بس انا احنا النهارده هنتكلم على محاضره ميتال سيراميك كراون بريبريشن. خلي بالك المحاضره دي مليانه معلومات نظري كتير فوق الوصف وانت مش واخد بالك منها. هتركز فيها عشان انا احتمال بنسبه كبيره لما افرجيش مع مش هعرف اشرح الاور سيراميك، فهديك هنتس كده يعني تعتبر كي ووردز، يعني هتفتح لك شابتر الاور سيراميك ده مقارنه بالبوسن فيرست ميتال يعني. ماشي. اول حاجه الميتال سيراميك كراون ريستوريشن ده عامه بيتكون من كومبليت كفرج، هو كومبليت كاست كراون، كومبليت كفرج يعني ميتال كراون بس فينيرد باي لاير اوف بورسلين، زي ما انت شايف الصوره اللي في النص كده او الصوره اللي على الشمال، هي عباره عن ميتال فريم ورك ومن بره بيغطوه بطبقه من البورسلين. تمام. طيب الجزء الميتال اللي جوه ده بيسموه ميتال كوبينج، وبعد كده بيبداوا يبنوا عليه السيراميك من بره. خلينا متفقين على حاجة كده، إن السيراميك ده هو بريتل، تو ماتش بريتل، يعني إيه بريتل؟ زي الإزاز بالظبط، أي حاجة فيه تكسره. ماشي؟ وهنعتبر يعني كده عشان نسهل علينا المعلومات كلها، هو يعتبر شفاف. ماشي؟ طيب هو تحتيه ميتال كوبينج، فهو شفاف إزاي؟ يعني المفروض يبقى الميتال كوبينج ده هيبان من تحت السيراميك. أه بس عشان كده هما جم هيقول لك لما نيجي نلزقه الشيد سيلكشن ده، اللي هو اختيار اللون المناسب، بنختاره بان احنا بندهنه لون من بره كده وخلاص. ماشي. طيب تعالى بقى نتكلم على ميتال كوبينج ده. الميتال كوبينج ده بيتكون من الثيكنس بتاعه 2 من 10 او 3 من 10 او ممكن نص مللي زي في الصوره كده، وخلي بالك ان هو بيغطي السيرفس كله سواء باكر لينجوال ميزيال ديستال. طيب لو هو اكتر من نص مللي مثلا، طيب يعني من الاخر السيراميك ده مثلا محتاج عشان يبان شكله كويس محتاج 1.2 مللي ثيكنس، ف واحنا مثلا شايلين هنا 1.7 او 1.5 هنا من البكر، فانت لو زودت الميتال ده عن النص مللي فانت كده معنى كده ان انت جيت على حساب الثيكنس بتاع السيراميك، فمعنى كده هيبقى انسفيشنت بليس للبورسلين لاير. يا اما المعمل هيجيبه لك عالي عشان يحصل على desired thickness، يعمل لك over contour restoration. في كل الاحوال هتلاقي شكله بقى ضل، increase opacity وشكله زباله. طيب والله لو انا قللت عن النص مللي او قللت عن 3 من 10 مللي، طيب هو المفروض الميتال بيلحم بالسيراميك ده بحاجه اسمها coefficient of thermal expansion، وبالحراره ما بينهم بيلحموا مع بعض. طيب لو هو اقل من الرينج المسموح بيه ده الميتال فريم ورك ده، ساعتها هيبقى مش قادر يستحمل الهاي تمبريتشر اللي ريكوايرد ان هو تفيوز البورسلين مع الميتال مع بعض. من الاخر هيحصل دايمنشن تشينج او رابج الميتال فريم ورك ده، يبوظ عند المارجن، يعمل لك اوبر مارجن وبعد كده ايه تبوظ. اتفقنا؟ طيب. طب ايه بقى هي وظيفه الميتال فريم ورك بتاعت الميتال سيراميك كراون؟ هي انا قلت لك ان السيراميك ده ازاز، فكان لازم نعمل له حاجه اسمها سبورت، فالسبورت ده هو بياخده من الميتال، بلس ان الميتال عشان في محاضره المارجن ادابتيشن سكيلفول تكنيشن يقدر يعمل لي مارجنال ادابتيشن للميتال ولا للسيراميك او للبورسلين انهي احسن. قلنا ان الميتال هو مور ادابتد عن البورسلين، فعشان كده احنا خدنا الادفانتج بتاعه الميتال وخدنا الاستاتيك بتاعه السيراميك عشان يطلع لنا من الاخر ميتال سيراميك كامل. لازم يكون فري اوف من ان شارب ايدجز، او لازم يبقى عشان ما يحصلش ستريس كونسنتريشن الحاجات دي يعني، ايفن كونفكس الكلام ده. طيب خلصت كده، خلصنا الميتال فريم ورك. نيجي بقى نتكلم على اللي هيتبان عليه بعد كده اللي هو البورسلين. فجم لقينا فيه ثلاث انواع، ثلاث طبقات من البورسلين. انا قلت لك ان الميتال بيبقى لونه اوبيك، لونه زباله صح، فكان محتاج حاجه اسمها اوبيك بورسلين عشان تكفر تو ماسك الميتال كلر ده، تنهيه خالص، بص تمحيه كانه مش موجود. بيسموه اوبيك لاير او اوبيك بورسلين تو كفر ميتال كلر. بعد كده يجي الجزء الاصفر ده اللي هو البادي دينتين او الدينتين بورسلين، اللي هو من الاخر هيعمل لي البالك اوف ذا ريستوريشن، وده اللي هيديني الموست اوف كلر اور شيد. دي بقى النقطه دي كلها ام سي كيو على فكره، الاوبيك والدنتين والترانسلوسنت انامل او انامل بورسلين، هو ده اللي هيديني الترانسلوسنسي، الشفافيه اللمعان بتاعه الكراون بتاعي. ماشي. طيب نيجي بقى نتكلم طبعا على الادفانتج بتاعته، وركز قوي وانا بشرح عشان مش كاتب كل حاجه في الداتا، انا عايزك بس ايه تفهم اللقطه. انا قلت لك ان هو بيكون ميتال فريم ورك ومن بره بورسلين، عشان كده هو خد اللارج ديجري من الاسترنس بتاعه الميتال،
والادابتيشن بتاعت الميتال، وفي نفس الوقت خد الاستياتيك بتاع الاول سيراميك كراون. دي اول حاجه قلت لك ان هو شكله الميتال فريم ورك تحت شكله زباله، فمحتاج اوبيك لاير عشان تغطي لي ماسك الكلام ده. قلت لك ان البورشن المفروض اصلا شفاف، فلو هو باين ودالي الضوء لحد جوه هيبان لي شكل الميتال في على لون الطربوش. عشان كده جيت قلت لك ان هو الناتشورال ابيرنس كلوزلي ماتشد ثرو انترنالي اور اكسترنالي ابلايد ستين، يعني بيدهنوا لون كده صبغه عشان على شكل السنان اللي حواليه وخلاص. ده عكس الاول سيراميك. الاول سيراميك هو كله سيراميك مفيش فيه ميتال فريم ورك، فهو شفاف، فبيختاروا لونه عن طريق ان هم يغيروا لون السيمنت اللي هيلزق به الطربوش. في كذا نوع من انواع السيمنت بدرجات الوان مختلفه، تقعد تجرب مثلا سيمنت، في حاجه اسمها تراي ان بيست زيه زي السيمنت بالظبط، وتقعد تجرب كده لو هو اول سيراميك لحد ما تلاقي الشكل ظبط، يبقى تختار اللوتنج ايجنت ده او السيمنت ده. الكلام ده مش موجود في الميتال فريم، ميتال البي اف ام لا، ده موجود فيه ان هو الناتشورال ابيرنس اكسترنالي او انترنالي ابلايد ستين كده. قلت لك ان هو فول كفرج، فحصلت على ريتنشن وريزيستنس جامده جدا حلوه. قلت لك ان هو فول كفرج، فقدرت اظبط عايز اعمل فيه بقى سيرفي كراون، عايز اعمل فيه سنجل انفست، عايز اظبط الجايدنج بلين على هو سيرفي كراون وات ايفر براحتي. بلس ان هو يقدر يظبط لي الاوكلوزال بلين زي ما انت شايف كده، عشان هو برضه فول كفرج ممكن يعلي البلين شويه يوطيه شويه، اقدر اغطي بيه الكابيتينر، يقدر استخدمه كابيتينر يعني. اوبشن تو موديفاي اور كوركشن اوف اكسل كونتور حال ما الايند تيس، عشان هو فول كفرج برضه. الميتال سب ستراكشر ادتني سبورت، دي حاجه حلوه جدا للكراون بتاعي، وحاجه زي كده مش موجوده في الاور سيراميك كراون. عشان كده هو تيبيكال انديكيشن بتاعته زيه زي الاول ميتال كومبليت كراون، بس معاه الاسياتيك. يعني اي حاجه لو في لارج كيفز، لو سنه محشيه عصب، لو انا محتاج اظبط الاوكلوزال بلين، لو محتاج اظبط الاكزيال كونتور، لو محتاج اظبط الاوكلوزال كونتور، لو عايز اعمل ريتينر، بس في نفس الوقت لازم يكون انتيريو يعني اسياتيك كونسيرن. ده اللي قصدي عليه ده ادفانتج. طب ايه، طب ايه الانديكيشن؟ ما قلت لك عليها، لو سنه بقى فيها اكستنسيف توث ديستراكشن، تروما، اكزيستنج بريفيس ريستوريشن، عايز تظبط الاوكلوزال بلين، ريتينر، لو شالو تيس كده وانت عايز تعمل لها ريدكشن تحس شكلها حلو ويبقى تظبط شكل الابتسامه الحلوه بالاول سيراميك ماشي. طيب في نقطه، حاجه اسمها اكزيستنج ريستوريشن هاف تو بي ريبليسد، ده حد عارف ليه؟ اشمعنى اكزيستنج ريستوريشن هاف تو بي ريبليسد؟ اقدر استخدم البي اف ام عشان انا بعمل بي اف ام ده سب جينجبال مارجن، وانا قلت لك من ضمن الادفانتج او الانديكيشن بتاعه السب جينجبال مارجن تو انكلود اني سيرفايكال كير، سيرفايكال ايروجن او سيرفايكال ريستوريشن. يعني الفينش لاين لازم يكون جينجبال تو اني اولد ريستوريشن، وهو هنا في البروسن فيوست ميتال الفينش لاين بتاعي سب جينجبال، فاكيد هيعدي اي كيرز موجوده في السيرفايكال. فلو في ريستوريشن محتاج يتغير ساعتها انت هتنزل سب جينجبال، اللي هو اصلا فيتشرز من بتاعه البي اف ام. طب الديس ادفانتج بتاعته، بص كده، ده الصوره اللي انت شايفها دي كده، بص الاسياتيك بتاعه وحش. هو حلو كانت يعني قريب منه، لكن مش حلو بالدرجه اللي انا اقدر عليه ده كومبليتلي اسياتيك. يعني الاخر مقارنه بالاول سيراميك هو سلايتلي انفيريور اسياتيك مقارنة بالأول سيراميك. الأول سيراميك شكله تحفة عن بي اف ام، يبقى دي أول وحشة، أول حاجة وحشة ليه. تاني حاجة مقارنة برضه بالأول سيراميك من ناحية الفيشيال اسبكت أو الليبيال اسبكت، أنا مضطر أشيل من الليبيال اسبكت ده نص مللي للميتال بلس الثيكنس اللي أنا محكوم بيه بتاع السيراميك. السيراميك مثلا قال لي أنا محتاج 1.2 عشان أوصل أحصل على استاتيك حلو، وواحد ونص يبقى أفضل، بس خليها 1.2. فانت محتاج تشيل 1.2 للسيراميك ونص مللي للميتال، فانت بتشيل من ناحيه الفيشل ده 1.7. انت متخيل؟ فهو ماتش ليس كونسيرفتيف تو توث ستراكشر من ناحيه الفيشل اسبكت زان الاول سيراميك ماشي.
انا قلت لك برضو الشيد ماتش بتاعك بيحصل على الشيد ماتش بتاعك، يعني انت بتشوف بنختار اللون على نجيب صبغه كده ونشوف السنه اللي جنبها لونها ايه وندهنها بيها، يعني معنى كده difficult to achieve color match ما بين السنان وما بين اللي جنبيه. طيب بلس ان هو سب جينجر يعمل انفلاميشن في الجينجر، اتفقنا؟ طيب مو اكسبنسيف عن الفول ميتال، ما هو الفول ميتال ده رخيص جدا ب 50 جنيه، بي اف ام ب 130، لكن انا برجع هاجي بقى اقول لك في الاول سيراميك، الاول سيراميك ده مثلا ب 500 600، انت فاهم؟ انت هو بقى احلى واحد فيهم كشكل كسعر يعني. طيب بلس ان هو مش صعب قوي، زي مش صعب زي الثري كوارتر، يعني مش محتاج دكتور شاطر قوي 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 عشان يطلعه، ممكن انت كطالب تعرف تطلعه عادي، عكس الثري كوارتر او البارشال كفرج يبقى الاخر. طيب ايه كنت اندكيشن؟ زيه زي الاول فيكسد ريستوريشن بتاعك، انا زي الاول فول ميتال قلت لك لو في اكتيف كيفيز او ارن تريتد بريزنتال ديز ما ينفعش. انا بقول لك بشيل من الفيشال اسبكت 1.7 مللي، انت متخيل زفت، بتشيل الميتال وبتشيل السيراميك، فما ينفعش يانج بيشنت عشان هيتعمل بالب اكسبوجر. طيب لو ايدج تو ايدج، بص هو لو المريض بيقفل القفله دي ايدج تو ايدج عن يكسبه ليه؟ الفرصه زياده قوي مش هتستحمل، ماشي؟ يعني الايدج تو ايدج كنت قد كده انت تستخدم بص الفيرست ميتال اصلا، او انت تستخدم الاول سيراميك، ليها علاج تاني حاجه اسمها كومبليت اوفر ريهابليتيشن، وتظبط له العضه بتاعته والكلام ده. طيب امتى كمان يبقى كنت اندكيتد؟ والله لو انت لو في اي مور كونسرفتيف ريستوريشن كبارشال كفرج كشورت سبان فيكس بارشال دنشر الحاجات دي كلها، لو في تي ام جي بروبلم او سيفير تلت تيث، سيفير تلتد يعني انت مش هتخلي في سنه حاجه عشان تعدلها، يعني ساعتها يبقى اورثو افضل. يعني لو انا مش محتاج الماكسيمم تنشن والماكسيمم ريزيستنس برضه بتاعت الفول كفرج ما تستخدموش، نفس اللي فات في الفول ميتال كلاون لسه شرحه نبحت صوتي فيه وقعدت فيه كتير جدا عشان انا عارف ان كل اللي جاي عليه هو كلام جاست تفهم فكره. ميتال سيراميك كلاون ميتال كوبينج ده مراجعه كده سريعه 2 من 10 8 10 5 بلوز سفنج، عرفنا ايه اللي هيحصل، اباف سفنج اللي هيحصل لازم يكون كونفكس ايدي سبورت ومارجن ادابتيشن، اما الاوبيك بورسلين هو اللي بيغطي الميتال كلر، الدينتين بادي ده هو اللي بيديني الشيد وماتش كلر بتاعي هو البالك بتاع الريستوريشن، انما الانساز البوكس ان هو ده اللي هيديني الترانسلوسنس بتاعت الريستوريشن. ادفانتج هو عمل كومبانيشن ما بين الميتال وما بين السيراميك، الميتال خد الادابتيشن منه والسيراميك خد منها الاثياتيك، واداني سبورت للبيتر نيتشر اوف بورسلين. النيتشر والابيرنس ديت كانت عباره عن اكسترنال اوف انترنال ابلايد ستين، يعني يعتبر شبه احسن من الفول ميتال شويه في الابيرنس بتاعه، بس مش جاست يعني لسه ستيل اقل من اول سيراميك. ريكوير ليس ديكستد اوبريتو، يعني مش محتاج دكتور سنان شاطر جدا ان هو يعمله على عكس الثري كوارتر. جبت السترينث عن الاول سيراميك عشان هو خد سترينث من الميتال اللي تحته، شالوا تلت التيس او موديفاي اوكلوزال اكزيال، محتاج تظبط الكونتور بتاع السن عادي، اداني الادفانتج عشان هو فول كفرج. ريبليسمنت اوف ميسنج تيس مثلا لو انت عايز تستخدمه كابيتينو لونج سبان فيكس بارشال دنشر، عرفنا عيوب ان هو ريكوير سيجنفكت توث ريدكشن من ناحيه البكل عشان يوفر جزء من سبيس للميتال وسبيس للبورسلين، عشان كده ما ينفعش تستخدمه في اليانج ادلت. نوت كونسيرفتيف خلاص، يبقى ممكن نستخدمه ما ينفعش نستخدمه كشورت سبان فيكسد بارشال دنشر ريتينر، نقدر نستخدم الفول البارشال كفرج افضل عشان احافظ على السنه لو الانتكت باكر الاسبكت يعني موجود، او ممكن اظبط الفينير احلى منه. سب جنجبل بريفنت الانفلاميشن وجنجبل انفلاميشن و نوت كونسيرفتيف توث ستراكشر برضه، الاستاتيك بتاعه مش حلو سلايتلي انفيور استاتيك مقارنه بالاول سيراميك. الميتال كوبينج ده بيعمل كوبوجن وبيعمل بيجمنتيشن للجينجر. جلاس لايك نيتشر اوف فينيرنج ماتيريال اللي هو البورسلين بتاعه بيتكسر، ف محتاج ثيكنس اشيله من سنه كتير عشان يبقى هو سفيشنت ثيكنس يقدر يعيش معايا. ايدج تو ايدج ما ينفعش طبعا، وعرفت ليه؟